ويا صباح أو مساء الفل عليكم في أي وقت بتشوفونا فيه، اشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيهات علشان يوصلكوا إشعار بكل فيلم جديد بنلخصه. وقبل ما نبدأ فيلمنا النهاردة، كبر شاشتك وركز معايا. بنفتكر في نهاية الجزء اللي فات إن مجموعة من القوات الخاصة بيدخلوا البنك وبيحصل تبادل لإطلاق النار، لكن دينيفر وستوكهولم بيهربوا، وفي نفس الوقت بتتصاب طوكيو وبعدها بتفجر نفسها في الضباط، وبيحس كل زمايلها بالصدمة، والبروفيسور ما بيبقاش مصدق إن طوكيو خلاص ما بقتش موجودة معاهم، وبيحبس البروفيسور نفسه في الحمام وبيصرخ، ودينيفر بيعيط وستوكهولم بتفضل تضحك، ودينيفر بيزعق لها فبتقول له إنها مش عارفة هو بيبكي ليه لأنها واخدة حقنة مخدرة، وبيحاول بنجامين يكسر باب الحمام ويطلع البروفيسور، وبتنتهي السيرة الفرصة وبتهرب. ولما بيعرف تمايو انهم قتلوا طوكيو بيبلغ كل الموجودين في غرفة العمليات، وبيبقوا مبسوطين بالانجاز العظيم اللي عملوه، لكن بيبلغوا لويس انها قبل ما تموت قتلت كل الوحدة بتاعته وما بقاش فاضل غير هو واثنين معاه، فبيطلب منه تمايو انه يلغي العملية لكنه بيرفض وبيقرر يكملها، وبيدي اوامر للجندية اللي معاه وبيقول لها انها تستخبى. وبيكتشف مارسيليا ان سيرا هربت فبيبلغ البروفيسور، فبيخرج من الحمام وبياخد معاه مارسيليا وبيقول لبنجامين انه يتابع المهمة مكانه في الفترة اللي هو هيغيب فيها. وبنرجع لخمس سنين ورا، بنشوف برلين نازل من طيارة هليكوبتر على مضخة بترول في المحيط، وهناك بيقابل بوغوتا اللي كان بيشتغل وقتها عامل لحام في مضخة البترول دي. بيستفز برلين في الكلام، بيحاول يرميه في البحر فبيهدده مارسيليا ان لو ما سابوش هيقتله، وبيقرر برلين يضم بوغوتا لفريق العملية. وبينزلوا يشوفوا المضخة اللي هيستخدموها في نقل الذهب، بعدها بتطلب لشبونة من ماتياس انه يطلع يساعدهم في فتح الباب علشان يتفاوضوا مع الجنود، فبيقول لها ريو وهو موجه اربجي ناحية الباب انه مش موافق انه يتفاوض معاهم وهيقتلهم كلهم، فبتقوله ان مفيش حد تاني هيموت وبتاخد منه السلاح. بيطارد البروفيسور سيرا وبيشغل شاشة التواصل، ولما بتحاول انها تقفلها بيقول لها ده نظام امني مش هتقدري تقفليه، والعربية فيها جي بي اس هنقدر نجيبك من اي مكان، وإذا هربتي هتتسجني. وبيدور حوار بينهم وفي الآخر بيقول لها أنا مش هتسهل معاكي تاني، وبقيت عملية السطو هتكوني متكممة وإيديكي متكتفين، فبتقول له في أحلامك يا معلم. مارسيليا بيكتم الصوت وبيقول للبروفيسور إنه هيقطع عليها الطريق، وأول ما بيبقى قدامها فبتقول له يبعد عن طريقها، ولما بيرفض بتقول له أنا عارفة إنك مش هتقتل أمه وبنتها، وبتفضل ماشية ناحيته، فبيبعد عنها، وفي اللحظة الأخيرة بتطلع مسدسها وبتضرب نار على عجل عربيته وبتبوظه، وما بيعرفش يكمل مطاردتها، وبيتصل مارسيليا بعدها بالبروفيسور وبيبلغه باللي حصل، وبيكمل البروفيسور مطاردتها، وبتخش ستوكهولم للأوضة اللي فيها هلسنكي، ولما بيسألها مين اللي مات بتقول له طوكيو، وبتقول له كمان إن في 6 جنود اتقتلوا في الانفجار. وبيدخل باليرمو اللي معاه بعد ما يفتحوا فتحة في الحيطة، وبيلاقي لويس قاعد مستنيهم ومعاه جندي واحد بس. بيسأله باليرمو طلباتك ايه، فبيقوله ان الجندي اللي معاه محتاج جراح فلازم يخرج، وان هو هيكون الاسير بتاعهم لحد ما يخلصوا عملية السطو. فبيقوله باليرمو انهم هيفضلوا هما الاثنين ومحدش هيخرج، وبيقوله يطلب من الشرطة تدخل جراح. فبيتصل لويس بتمايو وبيقوله انهم محتاجين جراح يدخل لهم. وبيوصل البروفيسور للمكان اللي فيه عربية سيرا وبيدور عليها، ولما بيلاقيها بيرفعوا هما الاتنين في نفس اللحظة المسدسات على بعض، وبتحاول تستفزه وبتقوله أنا عارفة إنك مش هتقتلني، ولكنه بيضغط على زناد المسدس بس بيبقى فاضي للأسف، وبتقوله إنها فضت الخزنة بتاعته احتياطي وكويس إنها عملت كده. وبتكتف سيرا البروفيسور وبتحطه في شنطة عربية، وبتوصل الجراحة والمساعد بتاعها، فبيستقبلهم دينيفر ومانيلا وبيفتشوهم، وبعد كده بيسمحوا لهم بالدخول. وبتخرج ستوكهولم والسينكي للجراحة وبيطلبوا منها انها تعالجه، وبعدها بيطلع ريو لشبونة بس مباشر وبيقولوا للناس ان طوكيو 5 جنود ماتوا، وبتقول لهم احنا ما بقيناش نستاهل انكم تتابعونا، وبيطلب منهم ريو انهم يرجعوا لبيتهم، لكن الناس بتهتف انهم مش هيرجعوا. وبيتفرج تمايو على اللي بيحصل ده وهو متعصب لانهم دايما سابقينه بخطوة، وبيجيله بعدها مكالمة تليفون. لما بيوصل تمايو لبيته بيلاقي سيرا مكتفة مراته وبتقوله انها عارفة انه ما بعتش غير وحدة واحدة بس للبنك، لأن البروفيسور كان بيهدده إنه هيفضحه بحاجات ماسكها عليه، وبتقوله إن البروفيسور معاها وممكن تسلمهوله دلوقتي. ولما بيسألها عن طلباتها بتقوله برأني واستقيل وبعدها هسلمهولك وتبقى قدام الكل أنت الراجل العظيم اللي قبض عليه، وبيقولها إنه لو ما عملش كده هيحصل إيه، فبتقوله إنها هتهرب مع البروفيسور ومش هيعرف يوصل لهم، فبيتنرفز جدا وبيقولها تفتكري إني ممكن أسجن نفسي علشان أقبض عليه، وبيدوس على زرار الإنذار فبتضربه وبتهرب. بيهرب البروفيسور وبيخش عمارة وبتقابله سيرا وبتهدده بمسدس، فبيقول لها مفيش حل قدامي غير انك تثق فيا، وبيخشوا هما الاتنين شقة وبيكتفوا الست اللي فيها، وبتقتحم الشرطة شقة العقيد وبيفكوا مراته، فبيأمر تمايو بتنفيذ قانون الأحكام العرفية ويفتشوا كل الشقق اللي في المنطقة، وان اللي عملت فيه كده سيرا واكيد ملحقتش تهرب.
وبعدها بيطلب طمايو من قائد الوحدة انهم يتصلوا بالجيش ويحصروا المنطقة كلها، وبيدور البروفيسور من الشبابيك على مخرج، وبينزل بالبنت من الشباك وبتنزل وراه سيرا، وبيلاقوا الشوارع مليانة بعربيات الشرطة فبيستخبوا جوه عمارة تانية. وبيوصل مارسيليا للمكان اللي موجود فيه عربية سيرا بس ما بيلاقيش حد هناك، ولما بيكلمه بنجامين بيقوله ان سيرا خطفت البروفيسور، وبيطلب منه انه يتابع العملية زي ما طلب منه البروفيسور وانه هيرجع له. ولما بيخش البروفيسور وسيرا العمارة بيلاقوا ان في شقة مش بتستلم البريد اللي مبعوت لها من الصندوق، فبيقرروا يستخبوا فيها. وبعدها بيبص البروفيسور من الشباك بيلاقي الشرطة بتفتش كل الشقق، وبيرجع المسلسل فلاش باك تاني، وبيكون البروفيسور واخوه برلين، وهو بيقول له انهم هياخدوا الذهب بمضخة كبيرة وهيتجمع في اكبر خزان للمطر في اوروبا. والبروفيسور بيكون متشائم ان الخطة ممكن ما تمشيش زي ما هو متوقع، خصوصا انها مرتبطة بعوامل خارجية واحتمالات. فبيطلب منه اخوه انه يكون متفائل، وبيقول له ان مفيش حاجة هتحصل غير اللي هم عايزينه. بعدها بتتصل لجبونة ببنجامين وبتعرف منه ان البروفيسور اختفى، وبتقول لهم انهم لازم يقرروا هيعملوا ايه بالذهب. فبيتنرفز باليرمو وبيقول لها لازم نخرجه، فبيقول له ريو ممكن نلاقي الشرطة مستنياه عند خزان المطر، فبيوجه باليرمو بمسدسه لراس ريو وبيقول له ده مش هيحصل. لجبونة بتقول لهم ان مفيش حد يعرف هم هيهربوا الذهب ازاي غير اتنين، البروفيسور وهو مستحيل يعترف، وسيرا اللي ممكن تتفاوض مع البوليس مقابل براءتها، والموضوع ده هياخد وقت وساعتها نكون احنا خرجنا الذهب. بيخبط البوليس على باب الشقة اللي فيها البروفيسور وسيرا فبيستخبوا، ولما بيخش البوليس للشقة مش بيلاقي حد. وباليرمو بيأمر أفراد العصابة إنهم ينقلوا الذهب عن طريق مواسير وصلوها بين مواسير الصرف بتاعة البنك وبين المكان الموجود فيه مقر البروفيسور، واللي هو عبارة عن مكان لصرف الأمطار، واستخدموا في العملية دي مضخة ضخمة بتستخدم في التنقيب عن البترول واللي كان سرقها برلين وباليرمو قبل كده وهم بيجهزوا لخطتهم، وبينجحوا إنهم ينقلوا الذهب عن طريقها، ومن الناحية التانية بيقدروا يحولوها لسبائك بسرعة. وبيقول البروفيسور لسيرا إنه مات منه اتنين في عملية السطو دي، ومش هيسمح إنه حد تاني يموت بسببه، علشان كده عايزك تعرفي إني هحميكي. وبتكون المجندة اللي استخبت في الأول موجودة في أنابيب التهوية، وأنجل بيوجهها من غرفة العمليات. وبعدها بيلاقي البروفيسور تليفون في الشقة وبيكلم بنجامين وبيقول له إنه يسرق عربية زبالة ويعدي من الشارع اللي فيه العمارة اللي هم فيها، وهم هيبقوا مستخبيين جوه صندوق الزبالة، وإنهم يفضوا الزبالة في العربية، وإنه هو وسيرا هيكونوا مستخبيين في الصناديق. وينفذ بنيامين بعد كده الخطة، والخطة بتنجح، وبيرجع البروفيسور لعملية السطو مرة تانية، وبيلاقي إن سبائك الذهب وصلت للمقر اللي بيتابع منه العملية، وبتنجح العصابة إنهم ينقلوا كل الذهب. وفي غرفة العمليات بتسمع الشرطة صوت مية، ولما بيعرف تمايو بيجيب خبير وبيقول لهم إن ده صوت شفط مية، وبيفهم إنهم مش هيقدروا ينقلوه إلا إذا حولوا له حبوب صغيرة جدا، وده مستحيل. وبيقدر تمايو وأنجل والخبير اللي معاه إنهم يعرفوا الطريقة اللي خرجت بيها العصابة الذهب من خزنة البنك، وبيطلب منهم طمايو انهم يجهزوا وحدات عند مصبات كل الانابيب اللي خارجه من المكان. ولما بيقول لسواريز ان الجنود محاصرين البنك ومش هينفع يتحركوا، ده غير اللي بيدور على البروفيسور، فبيتنرفز عليه وبيقول له انا ما يهمنيش كل ده، انا عاوزك توزع رجالتك عند كل مصبات الانابيب اللي خارجه من البنك باي طريقه. وفي نفس الوقت بتكون الجنديه بتحاول توصل لهم عن طريق فتحه في الاسانسير، وبينتشر سواريز ورجالته في كل مكان ممكن تصب في انابيب البنك. ولما بتوصل القوات لأول محطة تحلية مية مش بيلاقوا فيها حد، فبيروحوا على المحطة اللي بعدها. وبعدها بتبلغ الجندية غرفة العمليات إنها هتروح تبط المفعول آخر قنبلة في المكان، وبتروح بعدها القوات لتاني محطة وبرضو مش بيلاقوا حد، وبتبقى المحطة التانية اللي في طريقهم هي المحطة اللي فيها الذهب والبروفيسور. وبتتوجه القوات ناحية خزان سانتا خوستا، وبيشوفهم مارسيليا بين في الكاميرات، فبيحذر البروفيسور واللي معاه. ولما بيجوا يشيلوا سلاح علشان يواجهوا الشرطة بيرفض البروفيسور وبيقول لهم انه مش هيكون سبب في موتهم، وبيستسلموا وبيتقبض عليهم، وبيفضلوا في عربية الشرطة من غير ما العربية تتحرك بيهم. وفي نفس الوقت بتفتش الشرطة المحطة مش بيلاقوا فيها حاجة، وبيفتكر البروفيسور كلام اخوه لما قال له انهم هيخفوا الذهب في مكان ما يتوقعوش حد، وهنا بيكسروا باب عربية الشرطة، ولما بينزلوا ما بيلاقوش حد في المحطة ومش بيلاقوا الذهب. بيقرروا انهم يروحوا يرجعوا الذهب، وبياخدوا سلاح وبيطلعوا ورا العربية، وبيتصل البروفيسور بالجبونة وبيقول لها ان الذهب اتسرق من حرامية كانوا متنكرين في لبس الشرطة، وانهم ما يعرفوش ان العربية فيها جي بي اس. وبيقول مارسيليا للبروفيسور ان العربية وقفت في محجر في سانتا برابرا، فبيقول لهم البروفيسور ان معنى كده انهم بيفرغوا الذهب من العربية. ولما بيوصلوا هناك بيلاقوا العربيات فاضية وما فيهاش حد، وبيعرف البروفيسور لجبونة وباليرمو باللي حصل، فبيقول له باليرمو ان اللي عملت كده هي مرات اخوه. ومن اثار العجلات بيتخيل البروفيسور كل اللي حصل، وبيعرف انهم نقلوا الذهب لعربيات زبالة وبالجرار غطوها بالرملة وسابوا العربيات مكشوفة علشان ما تلفتش انتباه حد. وبيبلغ البروفيسور العصابة ان الذهب اتسرق، وبيطلب من ريو انه يهكر كل الكاميرات اللي جنب المحجر علشان يشوفوا العربيات مشيت ازاي. بعدها بيبدا البروفيسور في تنفيذ خطة بديلة، وبيتخلص مارسيليا واللي معاه من اي اثر ليهم في خزان المطر، وفي نفس الوقت بيتكلم البروفيسور
تعرف سري وبيقول له انه يدخل على الكاميرات بتاعة الطريق، لكنهم ما بيلاقوش اي حاجة، وبيفكر البروفيسور انهم اكيد غيروا شيء في الكاميرات علشان يحسسوهم انهم بيخفوا اثرهم، لكنهم ما خرجوش من البلد. وفعلا بتدفن تاتيانا وابن برلين الذهب وبيغطوه بالرملة وبيحطوا فوقيه بيت، وبتقدر الجندية انها تتخلص من كل القنابل الموجودة على شبابيك ومداخل البنك. وفي غرفة العمليات بيدي طمايو اوامر للجنود انهم يلبسوا لبس مدني ويهجموا اول ما الجندية تديهم الاشارة، ولما بيشوف ساغاستا الجندية بيشاور لها علشان تبتدي الهجوم، وبتهجم الجندية على باليرمو وبتقدر هي وساغاستا انهم يسيطروا عليهم، وبعدها بيقتحم الجنود المكان وبيقبض على العصابة، وبعدها بيخش طمايو وانجل للبنك وبيتصل بالبروفيسور وبيبلغه ان العصابة بتاعته وقعت، فبيطلب منه البروفيسور انه ما يخرجهمش من البنك غير لما يجي لهم، وبيقول له انه هيستسلم وهيخرج معاهم من البنك. ولما بتقول له سيرا ليه عاوز تضحي بنفسك ما تهرب، بيقول لها انه لو استسلم هيكون قدامهم فرصة، وبيطلب منها انها تاخد بقية الرجالة وتروح تدور على الذهب، وبيفهمها انها املهم الاخير. ولما بيخش تمايو اللي معاه الخزنة بيعرفوا ان العصابة سرقت الاحتياط المالي كله بتاع اسبانيا، وبيطلب تمايو من رجالته انهم يفضلوا جوه البنك، وبيؤمر العساكر انهم يعملوا نفسهم بيضربوا نار من وقت للتاني علشان الناس اللي بره يبقوا فاكرين ان المواجهات جوه البنك لسه شغالة لحد ما يشوفوا هيقولوا ايه للناس ويتصرفوا ازاي. وبيوصل البروفيسور للبنك والناس بيهتفوا باسمه، وبيخش البروفيسور البنك وبيسأله تمايو على مكان الذهب، فبيقول له انه ما يعرفش مكانه، وبيقول له انه هيخلي واحد منهم يعترف ويطلعوا براءة. تمايو ما كانش يعرف وقتها ان البروفيسور وعصابته فعلا ما حدش فيهم يعرف مكان الذهب، ولان البروفيسور كان مخطط لكل الاحتمالات اللي ممكن تحصل، فهو داخل البنك اتصل بالهاكر بتوعه في باكستان وطلب منهم ينشروا فيديو افراد العصابة يشرحوا فيه ازاي سرقوا الذهب. ولما تمايو بيشوف الفيديو بيقول للبروفيسور اوعى تكون فاكر انك كده هتوقفني. وبنرجع قبل عملية السرقة، والبروفيسور بيشرح ان بعد ما العالم كله يعرف ان احتياطي ذهب اسبانيا اتسرق، البلد هتكون في موقف صعب ومحتاجين البروفيسور يقول لهم على مكان الذهب بأي طريقة. وبتفكر سيرا في ان معنى انهم ينقلوا الذهب بالسرعة دي من المقر للمكان بتاعهم ده معناه انه مكان قريب من المقر، واكيد اتدفن في ارض ملكية خاصة علشان محدش يقدر يروح يدور فيها. وبتقرر انهم لازم يروحوا السجل العقاري علشان يشوفوا اي املاك جديدة اشتراها ابن برلين في الفترة اللي فاتت. وبتروح سيرا السجل العقاري علشان تعرف املاك ابن برلين، وبتاخد واحدة منهم علشان تقول لها على المعلومات اللي عايزاها، وبتعرف مكان البيت وبيروحوا هناك. وبتوصل سيرا للمكان اللي مخبيين فيه الذهب، وبيلاقوا مراب برلين وابنه معاهم رجالتهم وبيرفعوا الأسلحة على بعض. لكن بعد ما بتدي سيرا الورقة اللي اديها لها البروفيسور لابن برلين بيدي لها الذهب، وبيكون مكتوب فيها ان عمه هيديله نصيبه من الذهب. وبياخد تمايو دينفر علشان يستجوبه، وبيعرض عليه هوية جديدة ومبلغ من الفلوس مقابل انه يقول له على مكان الذهب، لكن دينفر بيرفض. وبيقدر انجل انه يوصل لمقر البروفيسور، وبيبدأ مارسيليا ينفذ خطة البروفيسور البديلة بأنه يعمل أدلة وهمية للبوليس علشان يمشوا وراها. وبيعرف تمايو أن البنك الدولي مش هيدعمهم ولا يقدم لهم قروض بسبب الفيديوهات اللي شافوها، وبكده موقف البلد بقى صعب وبدأت تنهار. وبيبص تمايو بعد كده في التلفزيون بيلاقي أن بورصة أسبانيا بتنهار، وبيقول له وزير الداخلية أنت قابض على العقل المدبر للجريمة ومش قادر تخليه يعترف. فبيروح تمايو ويضرب البروفيسور وبيقول له أنا مش هسيبك غير لما تقولي على مكان الذهب. فبيعرض البروفيسور عليه طريقة تطلعهم الاثنين كسبانين، وبيعرض عليه انهم يتعاونوا علشان يرجعوا الذهب. وفي نفس الوقت بيوصل انجل للأدلة اللي زيفها رجالة البروفيسور، واللي بيكونوا حطوا خطة كاملة علشان يضللوا البوليس، وكل الأدلة دي بتوصل لهم ان العصابة خزنوا الذهب في اعماق البحر. وبيأمر تمايو بتفتيش قاع بحر كانتبريان، وبينتشر فيديو تاني بيوضح ازاي قدروا ينقلوا الذهب وبعدها حولوه لسبائك. بيطلب تمايو انهم يودوا له البروفيسور علشان يتفاوض معاه، فبيقول له البروفيسور انه يعمل مؤتمر صحفي ويقول انهم قدروا يرجعوا الذهب. واثناء ما تمايو بيعمل المؤتمر بتوصل عربيات مليانه بالذهب وبتصورها كل محطات التلفزيون، ولكن بيكون ذهب مزيف وكان الغرض منه ان اوضاع البلد تستقر والبورصه تبدا تتعافى. لكن بيكتشف تمايو بعد كده انه ذهب مزيف، وبيروح للبروفيسور ويبلغه وهو متعصب، لكن البروفيسور بيقول له ان ده الحل الوحيد اللي هيحسن وضع البلد في الوقت الحالي، وان البلد حاليا مش بتستخدم الذهب في تعاملاتها. وبيهدده تمايو انه هيموت زمايله، فبيقول له البروفيسور انت مفيش قدامك حل غير الذهب المزيف اللي جبته لك، ولو موتت اي حد في فيديو هينتشر ويبين انكم حطيته في خزنة الدولة نحاس مكان الذهب والبلد هتقع. ولكن تمايو بيرفض ويموتهم كلهم، وبيطلع تمايو وبيبلغ الناس ان عملية السطو على البنك خلصت والرهائن كلهم بيخرجوا من البنك. وبيقول تمايو للناس ان افراد العصابة كلهم اتقتلوا، وبتطلع جثثهم في اكياس سودا، وبينهار دينيفر، لكن بنكتشف انهم بيطلعوا من الاكياس عايشين. وبتطلع خطة هم عاملينها، وان تمايو وافق على عرضهم، بس كان لازم يبين قدام العالم انهم ماتوا علشان محدش يفكر يقلدهم تاني. وبتتعمل هوايات جديدة لكل افراد العصابة، وسيرا بتقول لهم انها نقلت الذهب للبلد اللي هيروحوها وهي البرتغال، وبيخرجوا من البلد بطيارة هليكوبتر علشان ينتقلوا حياة جديدة، بس بيكونوا خسروا اصحابهم اللي ماتوا، ودي ضريبة العمليات اللي زي كده.
الفيلم خلص بس حلقاتنا لسه ما خلصتش. اشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك اشعار بكل فيلم جديد بنعمله. ولحد الفيلم الجاي، سلام.